شيء من الرجال لانك لما تروح يسار يروح معك، لما يروح يمين يروح معك، لما ناوي انت تنسدح او تنام فيروح برضو معك. فشوف المقطع. السلام عليكم شباب، جالس معكم تراكلر. اليوم جايب لكم مثل العنوان مثل ما تشوفون، كيف تخلي ايفونك او كيف تخلي جوالك افضل من الكاميرا. اوكي، يعني كيف تخليه اخراج زبد بدون فلسفه زي كذا. كل هذا بشيء واحد، جهاز واحد. شوفوا هلا والله، شوفوا الجهاز هذا. هذا الجهاز اسمه اوزمو موبايل. اوزمو موبايل هذا الجهاز يخليك ما تهز زي ما تشوفون الحين قاعد يتهزز الولد. فالاوزمو هذا جهاز مره انصح فيه اذا انت بتخلي جوالك خلاص بدون ما تشيل كاميرا وقروشه. الايفون 7 والايفون 6 مره جامده في التصوير بدل ما تخسر فلوس اكثر. هذا سعره تقريبا راح تشوفونه ديسكريبشن في المحلات اللي يعرفها، يعني راح تشوفونه ديسكريبشن اسعاره. وفي البدايه اتمنى تضغط زر لايك ما تقصر معي، انه والله يعني انقهر لما اشوف مشاهدات عاليه وملكات. يعني اضغط زر لايك الحين، شوف انت تشوف مقطع يضغط لايك ما يضغط شيء، يضغط لايك بس. طيب راح نعطيكم مثال الحين. هذا لما اصور انا نط الحين. اوكي صورني فوق. اوكي اركض 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 قدامي، اركض قدامي. تشوفون الهزه حق تنس. اوكي ارجع راس، ارجع. تشوفون الهزه حق تنس. الهزه هذه يا اخي تخلي الفيديو بايخ. طيب راح اوريكم لما تكون بدون هزه، لما يجي الشيء هذا المره بطل وش بيصير؟ الحين بتشوفون الفرق. انس نط يا انس، تشوفون؟ يلا انس اركض اركض اركض. تشوفون الفرق؟ تشوفون الفرق؟ تشوفون؟ خلاص بس بس ارجع ارجع ارجع. هذا هو الفرق عند الركض، عند الركض، عند الممشى، عند يعني اذا انت تبغى تمشي. راح اوريكم الحين لما بسوي سيلفي وش بيصير. طيب مثل ما تشوفون الحين امشي، تشوفون المشي كيف كنا سينمائية صح؟ يعني ما تحس اني انا الحين قاعد اتحرك، تحس ان نفس الشيء ثابته. وتشوفون اذا لفيت يسار نزلت تحت رفعت فوق يمشي معي. فهذا الشيء اللي يعجبك في الجهاز هذا. طيب شوفوا الحين انا الحين قاعد اركض. طب ها تشوفون الحين قاعد اركض بس ما في اي هزه في الموضوع. ليش؟ لان الجهاز هذا جامد مره جامد. راح اوريكم الحين كيف لو في الشارع انا بركض، وبوريكم لقطات مره حلوه. شوف ما يصير ازعجك الحين، اوريكم الفرق لما اركض بالعصا وبدون العصا. اوكي الحين حددت على منطقه معينه وشوفوا كيف. اوكي شوف 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 كيف اركض. اركض لها الحين. شوفوا الحين بدون العصا. اوكي شوفوا الفرق، والله ما هز ولا شيء، نفس مسكتي نفس الطريق. هب البراد وزانت النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطى الديرة السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغنيها. هب البراد وزانت النفسية، والجو والمشاعر حية، والغيم غطى الديرة السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغنيها. غيم وسعة بال ومطر يا الغالي، ولا طار غيرك أبد في بالي، قربك هناي وشوفتك تحلالي، ونفسي لأجل وصلك فدا غاليها. غيم وسعة بال ومطر يا الغالي، اتمنى عجب المقطع وانا رضاكم. هذا كان مقطع بسيط عشان تعرف ان هذه القطعه مره ممتازه، والله العظيم موجود في هذه القطعه ترى، موجود منها للكاميرا وموجود منها للايفون، للكاميرا الايفون موجود فيها الكاميرات. اذا تبغى انت كاميرا يعني فخمه زي كذا تركب لها القطعه موجود منها، بس اغلى هي طبعا. هذا الشيء مره بطل. ليش؟ لانه راح يخليك تسوي مونتاج. كاميرا الايفون 7 والايفون 6 يعني مره جامده الوضع يعني، وتشوف كيف يتحرك يعني معي كل مكان وثبات. بس انا عندي كمان تراكلر، اتمنى تنزل لايك تشترك بالقناه اذا كنت مستفيد. مع السلامه.